تحت عنوان التنوع والتباين الإقليمي في الجزائر. تتميز تضاريس الجزائر بوجود إقليمين مختلفين. الإقليم الأول هو إقليم الشمال، يمثل 16% من المساحة الكلية للجزائر، وهو أكثر تعقيدا وأقل اتساعا، به مجموعة من التضاريس من بينها الجبال. فالجبال في إقليم الشمال تتميز بوجود سلسلتين، الأطلس التلي والأطلس الصحراوي. فالأطلس التلي يكون بمحاذاة الساحل ويمتد من الشرق إلى الغرب، من سوق هراس شرقا إلى تلمسان غربا، وأهم جباله جبال بابور وجرجرة وكذلك جبال المنشريس. وأما الأطلس الصحراوي فهي سلسلة موازية للأطلس التلي، وأما جبالها فأهمها جبال القصور وعمور وكذلك جبال أولاد نايل وجبال الأوراس. ونجد كذلك في إقليم الشمال الهضاب التي تقع بين الأطلسين التلي والصحراوي، وهي هضاب عليا شرقية وهضاب عليا غربية. تتخلل هذه الهضاب شطوط. أيضا توجد السهول، وهي نوعان، ساحلية وداخلية. فالساحلية تكون ضيقة وخصبة تتخللها أودية مثل سهل عنابة وسهل متيجة ووهران. وأيضا هناك سهول داخلية واسعة تمتد من الشرق إلى الغرب، ومن بينها سهل قسنطينة الأعظم وسهل تيارت وكذلك سهل بلعباس. أما إقليم الجنوب فيمثل 84% من المساحة الكلية للجزائر، وهو أكثر اتساعا وأقدم تكوينا. ومن أهم تضاريسه نجد الجبال، وهي مرتفعات بركانية قديمة التكوين، ومن أهمها جبال الهوغار التي توجد به أعلى قمة، وهي قمة طاهات، وأيضا جبال الطاسيلي. ونجد في إقليم الجنوب كذلك الحمادات التي هي عبارة عن هضاب صخرية جيرية، مثل هضبة تدميت شمال عين صالح وكذلك هضبة الدراع بتندوف، بالإضافة إلى الرق والعرق. فالرق هي سهول رملية مغطاة بالحصى صالحة للمواصلات مثل رق تنزروف. أما العرق فهي كثبان رملية لكنها غير صالحة للمواصلات، ومن بينها العرق الشرقي الكبير والعرق الغربي الكبير. أيضا من تضاريس الجنوب الشطوط التي هي منخفضات مائية تتجمع فيها مياه الأودية، وغالبا تكون مياهها مالحة مثل شط ملغيغ.